ماشي، ايه الفرق؟ في البدايه مبروك طبعا، 3 نقاط للنادي الاهلي، 3 نقاط مهمين جدا عشان تحطك على صداره الدوري. وزي ما قلنا في بدايه الاستوديو بتاعنا يا كابتن اسلام، في بكره لقاء الزمالك وبيراميدز، اي نتيجه هتخدم النادي الاهلي. فعشان كده النهارده الفوز بتاع النادي الاهلي بيضعه على الصداره، فكان مهم النهارده الفوز. وانت بتلعب مشوار الدوري 34 مباراه، مش لازم ال 34 مباراه يكون كلهم بشكل جمالي. ايوه، لازم الهدف بتاعك الاكبر في ال 34 مباراه انك تقدر ازاي تحقق الفوز. النادي الاهلي النهارده كان في استعجال شويه، وصربعه في الشوط الاول مستعجل الفوز، كان في سرعه او رعونه شويه في انهاء الهجمات في الشوط الاول. الشوط الاول ايضا وادي دجله كان الريتم سريع، احنا كنا مجارينه برده في الريتم السريع، لا كان لازم يبقى عندنا الهدوء، علشان كده الشوط الاول كان سجال شويه، ما ظهرش النادي الاهلي بالشكل القوي. الشوط الثاني اصبح فيه الهدوء. طبعا تسجيل الهدف الاول للنادي الاهلي فك شفره المباراه. مدرب وادي دجله تاكيس لما يلعب بالشكل ده قدام النادي الاهلي لازم يتعاقب. النهارده فاتح الملعب بيلعب كره هجوميه من اول دقيقه. النادي الاهلي عنده لعيبه فيها خبرات، لعيبه بتعرف تسجل في اي وقت في المباراه، لعيبه زي رمضان صبحي وزي اجاييه وزي حسين الشحات النهارده اللي ممكن ما كانش موفق، لكن فايلر ابقى عليه والنهارده عمل الهدف الثاني ببراعه. عندك لعيبه ممكن تخلص في اي وقت، فعشان كده النهارده وادي دجله يعني النادي الاهلي عاقبه بثلاث اهداف، كان ممكن النادي الاهلي يزود الاهداف. النهارده في ايجابيات كتير من المباراه وحاجات حلوه جدا. هنتكلم على ايجابيات المباراه وعلى كل ما يخص المباراه، ولكن كابتن ماهر